نحن والأمريكان ليس غريبا أن يدعو لنا للتوقيع، فقد سبق لهم بأن طالبوا بالتوقيع على هذه المبادرة. هم حريصين فعلا على اليمن وعلى وحدة اليمن وعلى أمنه واستقراره، وبالتأكيد ليس واضحا لهم من الذي رفض التوقيع على هذه المبادرة. من الذي رفض التوقيع على المبادرة الخليجية في نسختها الخامسة؟ سؤال يطرحه النظام اليمني مؤكدا أن إجابته ليست واضحة عند الأمريكيين، ليأتي الرد من أوباما شخصية. الرئيس صالح عليه أن ينفذ وعده بانتقال السلطة. تدرك إذن الولايات المتحدة الطرف الذي يعطل الجهود الخليجية، لكن الشق اليمني المقتضب في خطاب أوباما لم يتسع لغير القراءة السياسية لما تشهده البلاد، ويغيب الطرف الثائر مرة أخرى من الخطاب الدولي الذي تناقض مفرداته ومبادراته في كل مرة إرادة الشارع الثائر. تنص المبادرة الخليجية المحتمل توقيعها الأحد المقبل بحسب مصادر متطابقة في الحزب الحاكم والمعارضة على تنحي صالح ونقل سلطته إلى أحد رموز نظامه نائبه، ثم تشكل حكومة وحدة وطنية من المعارضة والنظام الحالي. لكن الشارع الثائر يقول توفر المبادرة حصانة قضائية لصالح وجميع أركان نظامه، بينما هتاف شباب التغيير منذ أكثر من 100 يوم هو أهي الهوة بين الخطاب السياسي والواقع، تتجلى في واحدة من أبهى صورها في المشهد اليمني، المشهد الذي يؤكد المعتصمون أنه لا ممثل لهم فيه، وخرجوا من الضالع جنوب البلاد يوبخون المعارضة بل ويصنفونها في خانة النظام. لسنا في موسم انتخابات لتسجيل المواقف، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الثورة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فيسبغ عليه القول ويعمل بعمل اهل البلاطجه ويختم منهم. يا الله يا ذا المن، يا الله يا ذا المن، اسقط طاغيه اليمن، اسقط طاغيه اليمن. الى جانب الدعاء يواصل مطالبو التغيير في كافه انحاء اليمن اعتصاماتهم وتظاهراتهم بوسائلهم المختلفه. ففي تعز مثلا لا حصرة خرج أطباء ومحامون وشيوخ قبائل وقادة معارضة وشباب، وجميعهم هتفوا بالحسم. أما صنعاء فأرسل شبابها بكلمة إلى صالح ودول الخليج. رسالة علي عبد الله صالح، فنحن نقول كشباب نحن باقون في الساحات، وفي الأيام القادمة سيتفاجأ علي صالح وسيتفاجأ الأخوة في دول الخليج بتصعيدات لا يمكن نصرف عبر وسائل الإعلام. والجميع يترقب. المبادرة الخليجية من أجل تحقيق المصالحة في اليمن تم قبولها أخيرا، لكن دون توقيع عليها. هكذا أعلن عن موقف الرئيس علي عبد الله صالح بعد شد وجذب في أزمة داخلية امتدت لعدة شهور. من حيث المبدأ رئيس الجمهورية موافق على المبادرة وسيوقع عليها، ولكن هناك ما زال الحوار قائم حول تفاصيل بنود هذه المبادرة. كيف تفهم كالتزامات واستحقاقات على الطرفين؟ المبادرة الخليجية هذه تم إعدادها من قبل بلدان الخليج بمساعدة دبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين، ويقضي الاتفاق بتقديم الرئيس علي عبد الله صالح استقالته في غضون 30 يوما من التوقيع على الاتفاق، مع منح الرئيس وعائلته وأقربائه الحصانة الكاملة، على أن يتم التحضير لإجراء انتخابات رئاسية بعد 60 يوما من تقديم الاستقالة وتشكيل حكومة وحدة وطنية يتزعمها الحزب الحاكم. إلى أن الشارع اليمني رد كالتالي: هل أنتم موافقون على المبادرة؟ أي مبادرة لا تنص على التنحي الفوري لعلي عبد الله صالح ومحاكمته نحن لا نرفض هذه المبادرة. لا يعنينا مسألة التوقيع، ما يعنينا عمليا هو مسألة الرحيل. بالنسبة لنا سنستمر في برنامجنا الثوري حتى رحيل علي عبد الله صالح، بل حتى نرى اليمن الجديد قد تشكل. إلى أنه في حال ما إذا تم الاتفاق نهائيا على توقيع المبادرة الخليجية، فإن هذا سينهي مرحلة حكم امتدت ل33 عاما بعد سلسلة احتجاجات ومظاهرات غير مسبوقة. فالأربعاء الماضي فقط شلت الإضرابات كل القطاعات الحيوية في البلاد، ومنذ أن انطلقت الاحتجاجات في اليمن سقط أكثر من 180 شخص.
عود على بدء. نزل الشباب اليمني الى شوارع صنعاء للمطالبة بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح بعد فشل التوقيع على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة والذي كان مقررا الاربعاء. ندوا بذات الشعار وعدوا لرفع نفس اللافتات متهمين الرئيس بافشال التوقيع على المبادرة. احنا كنا متوقعين يعني من الرئيس المخلوع انه يعني يرفض التوقيع، وهذا يعني لصالحنا، يعني للشباب اللي في الساحة هذا لصالحهم. أما رسالتنا علي عبد الله صالح فنحن نقول كشباب نحن باقون في الساحات، وفي الأيام القادمة سيتفاجأ علي صالح وسيتفاجأ الأخوة في دول الخليج بتصعيدات لا يمكن نصرف عبر وسائل الإعلام. المعارضة بدورها اتهمت الرئيس اليمني بالتسبب بإفشال المبادرة برفضه توقيعها، رغم أنها تستجيب لجزء كبير من مطالبه بحسب ما قال الأمين العام للحزب الاشتراكي ياسين أحمد نعمان. لكن الرئيس بدأ في واد آخر، مارس مهامه وكأن شيئا لم يكن. خرج لتحية أنصاره في شوارع صنعاء ودعاهم للاحتشاد مجددا للجمعة، بل ووجه الدعوة للصحفيين لحضور عرض عسكري الأحد المقبل بمناسبة الذكرى 21 للوحدة اليمنية، غير عابئ بالدعوة الأمريكية التي حثته على توقيع المبادرة. وبالتأكيد ليس واضحا لهم من الذي رفض التوقيع على هذه المبادرة. نحن كنا ولا نزال وسنظل مستعدين للتوقيع على هذه المبادرة الخليجية. وفي انتظار مهر هذه المبادرة بتوقيع الأطراف المعنية، يبدو أن ثمة محاولة خليجية جديدة لتدارس شروط الرئيس صالح، والتي وصفها أحد قادة المعارضة بالتعجيزية. فمجلس وزراء التعاون الخليجي سيعقد جلسة طارئة خلال الأيام القادمة لبحث هذه الأزمة مجددا، ولحين التوصل لصيغات ترضي كل الأطراف، يؤكد المحتجون أن هذه المبادرة لا تعنيهم وأنهم ماضون حتى خلع صالح، وبدأوا التحرك باتجاه الدوائر الحكومية والقصر الرئاسي منذ الأربعاء الماضي. فراس كيلاني، بي بي سي. قد لا تذهب أصوات هذه الحناجر شدا، فبعد أخذ ورد وافق الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على توقيع المبادرة الخليجية يوم الأحد. فتوقيع المبادرة ينهي فصولا من النزاع بين من يرى المشكلة كأزمة وبين من يراها كثورة. أما المبادرة الخليجية فتنص على أن يقدم الرئيس استقالته في غضون 30 يوما، وضمان الحصانة والحماية للرئيس وعائلته وأقربائه، وإجراء انتخابات عامة بعد 60 يوما من استقالة الرئيس. أما في الطرف المقابل فشباب الثورة حددوا موقفهم بثلاثة عناصر: أولها رفض منح أي حصانة قضائية للرئيس صالح، والتأكيد على عدم تفويض أي جهة للتفاوض عنهم، وحسم أمرهم بالزحف إلى القصر الرئاسي لإنهاء ثورتهم كما يقولون. أما رسالتنا علي عبد الله صالح فنحن نقول كشباب نحن باقون في الساحات، وفي الأيام القادمة سيتفاجأ علي صالح وسيتفاجأ الأخوة في دول الخليج بتصعيدات لا يمكن نصرف عبر وسائل الإعلام، لدينا تصعيداتنا. وذكرت مصادر أن صالح تعرض لضغوط كبيرة من أمريكا وأوروبا، ويأتي ذلك فيما أكد الرئيس الأمريكي أوباما في خطاب الخميس أنه يتعين على صالح أن يحترم التزاماته بخصوص انتقال السلطة. يبقى السؤال: هل ستوافق المعارضة على هذا التوقيع أم ستبقى ساحة التغيير هي ساحة التعبير عن رفضها له؟